السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جوكوميك تي في عبر اليوتيوب. حصص متجددة من هذه القناة بخصوص تعلم اللغات الحية، خاصة اللغة الألمانية تيمنس آينز دوتش آس خيمس بخاخ. بالنسبة للمبتدئين الراغبين الذهاب إلى ديار ألمانيا، وكذلك الراغبين التحدث والتواصل مع الألمان أو مع أنحاء العالم الناطق باللغة الألمانية، إليكم الأنشطة المقترحة لهذا اليوم. إذا سوف نبدأ بالنشاط الأول، إيخ كيسن زي، ملء الفراغات. هناك فراغات يجب ملؤها بهذه الأفعال، إيخ كيسن زي. ليبن كومن أغبايتن هايسن sein, sprechen, studieren, wohnen, spielen, sein, lernen. إذن هناك بعض الأفعال متكررة مرتين. إذن سوف نملأ هذه الفراغات بهذه الأفعال. إذن سوف نبدأ بالأقل صعوبة، مثلا في شيرت متى هاينمان، هذه تبين بأنهم أسماء ديال الأشخاص لي نوم بروبر. في الحالة الدور ترجع لهيسن أو زاين، يمكن نستعملو هيسن أو زاين. نستعملو هيسن الأفضل، ولا بلاش بس نقلو من هنا أحسن، باش حيت بارفوا ليكريتور تكون شوية صعيبة. ألو هيسن، نحاولو نقلوها من هنا، فوالا سي سا هيسن. نوضعو هنا هيسن، هيسن معناها سابولي. إيه هيت فيشيرت، إيه هيت فات ماتا، إيه هيت هاينمان معناها يسمى، يسابل، يسابل فيشيرت، يسابل ماتا، يسابل هاينمان. هيسن، هايسن، هايسن، النطق ديال الحقيقي هايسن، هايسن. لو نشوفو شي حاجة أخرى، ميديسين ميديسين إلكتروتكنيك إنجليش. في الحالة سوف نأخذ ليرنن، يدرس ليرنن أو شتوديون، سندي ليرنن أو شتوديون. في الحالة الأحسن نأخذ ميديسين يدرس شتوديون، ستوديون. نقلو ستوديون يعني دراسة، يدرس ستوديون. ألوغ بالنسبة لهنا كاين هنا سوا ليرنن سوا ستوديون. او سبريشن من احسن، سبريشن يتكلم، ليرنن او سبريشن. Sprechen Deutsch, يتكلم. Sprechen Deutsch, Sprechen English, Sprechen Spanish. Sprechen, comme ça. Sprechen Deutsch, Sprechen English, Sprechen Spanish.
Je vois, je crois, clavier, tennis, dialogue, spielen, spielen. من أفضل فيرب نستعمل هنا هو spielen، من يلعب spielen، spielen كلافير، spielen كلافير، تنس ديالوغ. alors Bankkaufmann grammatik English. انا ما بشغل student studieren 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 oder lernen. C'est la même chose. Lernen, lernen, lernen. On peut peut-être mettre ici, mais on peut mettre aussi design. Pourquoi pas? Alors, Lehrer, Erzin, نوت ايفرس، من متسلق الجبال، جبل ايفرس، متسلقين جبال عالية جدا، كنوك ايفرس، في الحالة تستعمل زاين، ليان ارتسين، ارتس ارتسين، ارتس ارتسين، من طبيب أو طبيبة، ليان ارتسين، كنوك ايفرس، زاين. Alors, aus Brasilien, aus Italien, aus Ingard, kommen, kommen, ordain, man atamin, al-aslomin, il vient de, il est de, sein, er kommt aus Brasilien, man atamin, Brasil, er ist aus Italien, Also in Italien, aus Ungarn. Und ich kenne die in Berlin arbeiten. Nach dem Stammel arbeiten. Lieben. Ja, ich. Lieben. Lieben. Wöhnen. Jeskun. Jakton. Wöhnen. لكن عديد من الفعل زاين ستوديان كذلك ستوديان ان برلين ستوديان ان برلين اتتا Delete. Sein, sein. Voilà, qu'est-ce que ça vient de sein, 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 sein. Alors, je vais étudier, lernen. Grammatique English. Alors, wohnen, spielen, sein, hießen, lernen, lernen, studieren, studieren, dann Bank öffnen, Grammatik. Lernen, lernen, studieren, den ersten Teil würde ich studieren, studieren in Berlin, in Prag, in Leipzig, lernen, Grammatik, alles. Peut mettre sur. هيدا زعيمين نديرو هيسن مثلا كات فوالا تقريبا قديناهم اذا افعال اللي تتناسب اوس برازيليين اوس ايطاليين اوس انغان من مكان من مكان معين هي كومن بالخصوص كومن كومن اوس كومن ايطالي كومن اوس ايطاليين كومن اوس انغاد ان اتى من من برازيل من ايطاليا من مدينه معينه كومن وزاين زاين اوس برازيليين زاين اوس ايطاليين زاين اوس انغان
من par exemple ir ist aus Italien. Bino par exemple Bino ist aus Italien. Par exemple Joao ist aus Brasilien. بالنسبة للمهنة par exemple lehrer ou Ärztin معناها طبيبة أو كنوت إيفرس معناها متسلق الجبل من الأفضل استعمل زعين إتخ لو فيرب إتخ. بالنسبة في مكان معين أرباتن إن برلين ليبن إن براغ فونن إن ليبسيك المكان اللي موجود فيه زعين شديرن يدرس في مدينة اسمها سواء أرباتن سواء ليبن سواء فونن سواء زعين سواء شتوديرن. On peut dire aussi studieren, hein, deux fois. Studieren, médecine, électrotechnique, anglais, mana, yadroso. Spielen, clavier. Tennis, dialogue, yalab, yalab. Spielen, spielen, clavier, tennis, dialogue, et chachas. Lernen, sprechen, sprechen, afdan, afdan, samlo, sprechen. Misbel, l'orat, sprechen. Il parle anglais, il parle. Lernen, yadros, t'allem. لان انت هي معناها بانك كاوفمان غراماتيك انجليش هذا مواد بانك كاوفمان معناها تجاره لو كوميرس فيتشيرت ميتر هاينمان هادو اسماء هيسن هايسن الوغ اي غازن زي اذا تمكنا من هاد هاد الاماكن. اذا نذكركم مره ثانيه اوس برازيليان اوس ايطاليان اوس On garde min mekanin ma. Tenstamnu hat les deux verbes comme un zain. Mesbel mihen, par exemple l'erreur, ertin, knok, evers. Tenstamnu fil khusus zain. Melen le mekan li moujoudin fi, par exemple in Berlin, in Prague, in Leipzig. Tenstamnu arbeiten, leben, wohnen, sein, studieren. Hat l'afal hadou. بالنسبه لمواد ميديسين والكتروتكنيك انجليش يستوديون نفس المسألة بالنسبه لدوتش انجليش سبانيس بالنسبه للغات سواء سبريشن سواء ليرنن كذلك المهن او المواد بانك اوف مان غراماتيك انجليش ليرنن. المهم بالنسبه للاسماء هايسن فيتشيرس ماترس هاينمان. اذا فوالا اذا سنواصل الانشطه المتعلقه بهذه الفتره من تعلم اللغة الألمانية بالنسبة للمبتدئين. النشاط الموالي هو إيرغيتنز ملء الفراغات. هناك عدة فراغات يجب ملؤها بشكل جيد. إذا لكي تتمكنوا من ذلك يجب عليكم أن تستوعبوا بشكل جيد قواعد اللغة الألمانية، خاصة الدروس الأولى من قواعد اللغة الألمانية، لكي تتمكنوا من التواصل بشكل جيد مع الألمان ومع جميع أنحاء العالم الناطق باللغة الألمانية. ارغسن زي ملء الفراغات. انتبهوا جيدا، أول فراغ سوف نملؤه هو هذا. فير إيست داس، من هذه ومن هذا؟ فير إيست داس، إنسان مجهول نتعرفوا عليه. فير إيست داس، فير إيست داس، من هذا؟ فير إيست داس. زي سوا في الحالة تبو اس ماجسكول تتعني في بداية الكلام يا اما فو يا اما ال. في الحالة تستعملوا ال. هي هايست هي هايست هي هايست زوار هايست هايست زي هايست سوا زوا معناها ال ال سابيل Zawa. Und wie ist wie ist er Vorname? Quel est son prénom? Ma ismuha. Quel est son prénom? Und wie ist Vorname? Wie ist er Vorname? Son prénom. Er, c'est quoi? Son prénom. Ma ismuha. Sabine, vous wohnt, 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 wohnt. C'est pas wohnen, wohnt. Donc le verbe régulier.
تستعمل بشكل مكثف. Vous vont est. Vous vont zi. Vous vont zi. Bon, continuons. In Köln. Studiant. Studiert. Studiert zi. هل تدرس؟ studiert sie. Nein, sie ist. Sie ist Reiseteilnehmerin. Voilà. Une guide de touriste. Une guide de touriste, mon chéda, سياحية. Nein, sie ist Reiseleiterin. Was ist ihr Hobby? Ma hi wa yuswa. Was ist ihr Hobby? Sie spielt gern Tennis. Denn zu Hippo Leib, Leib Tennis. Sie spielt gern. Denn zu Hippo Leib, gern, wenn zu Sie spielt gern Tennis. Denn so von Weid Hewan Mjedid, Tabi Hujiden, wer ist das? Sie heißt Zawa. Und wie ist Ihr Vorname? Sabine. Wo wohnt sie? In Köln. Studiert sie? Nein, sie ist Reiseleiterin. Was ist Ihr Hobby? Sie spielt gern Tennis. ننتقلوا لهذا عندنا بلوريل جواو اند اونت لويتسا المهم في هذه الحاله في الجمع تنقولوا فير زينت داس فير زينت الجمع سون فير زينت داس شكون هادو من هادو من هؤلاء فير زينت داس اللي كان مفرد Wer ist das? Les kanjem. Wer sind das? Da sind Joao und Luisa. Da sind Joao und Luisa. Kommen Sie aus Spanien? جاو من اسبانيون إذن جاو من اسبانيا كومن زي اوس اسبانيين ناين زي اوس زي زينت اوس بورتوغال فو فونن زي Wo wohnen Sie? Wo? Dem aber ich zeige. Wo wohnen Sie? In Bochum. Das ist auf jeden Fall ein Wort mit Jedid. Lekan hunak shakhsayn. Ila akhsar. C'était Plural. الجمع تستعملو في الحالة زينت فير زينت داس فير زينت داس دا زينت جواو اند لويتسا كومن زي اوس شبانين ناين زي زينت اوس بورتوغال وفن زي ان بوخم انتقلو هنا des ins familiam den emre barga emre barga bon
Where is das? Lena, féminin. Singulier. Where is das? Das ist. Das ist. Das ist. Imre. Das sein familial. Den suel. Das heißt, es ist ein Lo. Wie. Das sein Familienname. Nein, heißt Imre Weber. إذن هناك سؤال انتبهوا ليه في الحالة دائما تنقدموا الفيرب على السوجي داس إست إس داس إست داس هل إس داس أنا هل إس داس زين فاميلي نام أنا إمرو إس داس زين فاميلي نام زين أنا صن إير بالنسبة للما فيمينا إير بالنسبة للفيمينا بالنسبة للزين بالنسبة للماسكل زين ماسكل فاميلي نام ناين إير هايس إمرو زيغا إير معنا ماسكل هذا تنتحتو دابا إير هايس إير تدل على الماسكل وزي تدل على الفيمينا زي بالنسبة للأدجكتيف بوسيسيف هو إير إير فاميلي نام زابين باغ إكزومبل زاوا زاوا إير فاميلي نام بالنسبة للماسكولان تستعملو زي الشخص اللي مذكر تستعملو في الحالة زاين زاين فاميلي نام زاين إير إست داس زاين فاميلي نام ناين إير هايست إمرو فيغا arbeitet arbeit was heißt in stem ut ut ist seul notre arbeitet ihr arbeitet ihr man kann das stem double t von mir arbeit non arbeitet arbeitet ihr nein lernt hier deutsch يدرس lernt studiert deutsch يدرس ويقرأ ويتعلم كله داخل في إطار التعليم ناين إغنيت هير دوتش واس زاين هوبي واس إست زاين هوبي دائما زاين هاد الأدجكتيف هذا ديال بوسيسيف تستعملو بالنسبة للمذكر إست واس إست زاين هوبي Was ist dein Hobby? Reist gern. Reist gern. Man يحب السفر. Gern يعني السفر. Wer ist das? Das ist Imre. Ist das dein Familienname? Nein, heißt Imre Berger. Arbeitet ihr? Nein, lernt hier Deutsch. Was ist da? Was ist dein Hobby? Reist gern. Reist gern. Man يحب السفر. إذن Christophe Biro, إذن شخصية هذه استعملوا vous de politesse. Alors, on s'estime vers sind sie. Men, vers sind sie. Ich, vers sind sie. Où est-ce que l'homme? Vers sind sie. Qui êtes-vous? جي من هذا كي يدفو تتخاطبو مباشرة فيغ زينزي تقولك إيش هايس إيش هايس كريستوف بيرو إيش هايس كريستوف بيرو كومن زي أوس فرانكرايش من أتيت هل أنت أتيت من فرنسا كومن
Hein? Kommen Sie aus Frankreich? Ja, aber ich arbeite. Ja, ich arbeite in Freiburg. Was ihr? Nach votre. Ihr avec majuscule, maintenant votre bureau. Même hier, was ihr vos bureau? Was ihr? Was ist ihr bureau? Was ist ihr bureau? Ich bin Lehrer. لاحظوا معايا الله يخليكم. إذن دائما في الأدجكتيف بوزيتيف ديال الامتلاك تنستعملوا يا إما زي، كانت عندنا زي معناها ال معناها هي، تستعمل في هذه الحالة إيغ افيك إي ماجيسكول كوم أونت. في إست إيغ فورنامو، ما اسمها؟ بالنسبة للماسكولا تستعملوا زاين. إز داس زاين فاميلي نام، ما اسم العائلة ديالهم؟ Was das ist das sein Familienname? Sein. بالنسبة لل vous على أنتم في الحالة نستعملوا ihr ihr i h r. Was ist ihr Beruf avec i majuscule. Was ist ihr Beruf? Dann sofort wieder Hörer mal sehen. Erkennen Sie, was, wer ist das? Sie heißt Zawa. Und wie ist Ihr Vorname? Sabine. Wo wohnt sie? In Köln. Studieren Sie? Nein, sie ist Reiseleiterin. Was ist Ihr Hobby? Sie spielt gern Tennis. امرأة سميتها زابين زوار. هلا هنا تنتكلموا على دو بيرسون جواو و لويتسا. وير زين داس؟ دا زين جواو و لويتسا. كومن زي اوس سبانيان؟ ناين زي زين اوس بورتوغال. وو وين زي؟ ان بوخم. بالنسبة لهنا تتكلموا على رجل، تبعوا معايا. وير از داس؟ Das ist Imre. Ist das seine Familienname? Nein. Er heißt Imre Barga. Arbeitet er? Nein. Er lernt hier Deutsch. Was ist sein Hobby? Er reist gern. Wer sind هنا في الحالة تحدثوا على مخاطب، لأن المتكلم هو المخاطب. المخاطب تستعملوا فيه الفو دو بوليتيس، معناها بشكل محترم، تتكلموا بشكل محترم ولا تتواصلوا معاه بشكل محترم. فيغ زين زي، ما اسمك؟ فيغ زين زي، ايش هايس كريستوف بيرو. كومن زي اوس فرانكرايش؟ يا ابا ايش هايس ان فرايبورغ. واس ايست ايه بيروف؟ ايش بين نطقم زين هذيك ايش بين ليرا، انا مدرس. ايش بين ليرا. اذا نكتفي بهذا القدر، والى لقاء اخر ان شاء الله. كان معكم يوسف دلال من خلال القناه المتميزه لتعلم اللغات الحيه وخاصه اللغه الالمانيه بالنسبه للمبتدئين. هناك حصص عديده وعديده جدا سوف ترافقكم على طول هذه السنه الدراسيه.